خلينا نستعرض دلوقتي مع بعض جولة في أحوال المرور من مناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية. البداية بالقاهرة. في الحقيقة شارع رمسيس لو ملاحظين بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجا لحد ما نوصل لنص كوبري غمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية بسيطة. شارع بورسعيد من نازلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند منطقة الويلي لحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات لغاية منطقة وسط البلد. هناك هنلاقي برضو كثافات مرورية بسيطة متقطعة. المتجه لمنطقة المؤسسة هيلاقي أن هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. لو رحنا للجيزة هنلاقي تحديدا شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية، وهذه الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد حركة تباطؤ في السيارات، وفي كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني. في فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة معنا لحد كوبري فيصل. ولو رحنا لطريق المحور القادم من أكتوبر ففي كثافات مرورية قبل الدائري بتستمر لغاية سلم أرض اللواء، وبعدين في سيولة مرورية ملحوظة في شوارع المهندسين لغاية كوبري 15 مايو. أما المتجه لكوبري أكتوبر فهيلاقي في سيولة مرورية في هذه المنطقة. في أكتوبر شاهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة أمام القادم من الطريق الدائري وصولا إلى مناطق دريم. في الأسكندرية لو لاحظنا هنلاقي في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات أيضا متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية فهنلاقي فيها سيولة مرورية ملحوظة. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند التقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد أيضا كثافات مرورية ولكنها تعتبر كثافات متحركة. لو رحنا لمحافظة أسوان هنبدأ فيها من شارع السادات لغاية لما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية واضحة. على طول الشارع هنلاحظ إن فيه كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بتشهد الطريق حواليها كثافات مرورية ملحوظة. في أيضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي اللي بنلاحظ فيه بعض الكثافات. خلينا نستعرض مع حضراتكم برضو جولة في أحوال الطقس النهاردة. النهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات. هيكون طقس النهاردة شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة العظمى في العاصمة القاهرة 40 درجة، وأقل درجة حرارة هتسجلها محافظة مطروح بواقع 34 درجة، أما أعلى درجات الحرارة في طبيعة الحال بتسجلها محافظة أسوان العظمى فيها بتبلغ 42 درجة. وحنتابع مع حضراتكم تفاصيل الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية.